الله يرحم شهداء، وشهداءكم هم شهداؤنا. يريدون أن نذهب إلى الحوار، لا حوار مع قتلة الشباب والشبان وأطفالنا. إن دم الشهداء إن شاء الله لن يذهب هدرا. سنصل إلى النصر قريبا إن شاء الله، ولكن الطريق طويل وشاق. كانت ثورة بيضاء فجعلها بشار وماهر ثورة حمراء. إن كل قطرة دم من دم الشهداء تساوي آل الأسد جميعا. إن سوريا بلد الأحرار ليست بلد الأسد. يكفينا ظلما وقهرا 40 عاما، وكم سنة سننتظر؟ سنصل بالنهاية إلى النصر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرحم شهدائنا. آمين يا رب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكراً للمناضل المنتهى والأمن المؤسسة الحقوقية ميس كريدي. أنا ما تحضرت لحتى أحكي اليوم، بس لازم نعزي بدم الشهيد، ولازم اجي وسلم على الاهل اللي طوال العمر فهمونا انه بسبب السلفية ما فينا نجي لعندهم. الشعب السوري كلياته واحد. انا جاي لحبيبي بيد كل اخواني من كل الملل والطوائف، وجاي اثبت للكل انه سوريا بلد كل الاحرار. خلوني اعتذر منكم بالاول، لانه ما شغل بحقوق الانسان ببلد لا يحترم الانسان. نحن عارفين نساعدكم، ما قادرين نساعدكم. عم نسجل اسماء وقصص